ماذا لو تحدثت السلطان؟ تخيل لو كل صليب من السلطان الثلاثة عبر عن جواه وانطباعه عن الشخص اللي هو بيحمله، هيقول ايه؟ صلبان تتحدث. مفيش في الكتاب ما يؤيد ان الصليب الشمال كان بتاع لسه الكتاب، لكن احنا هنفترض كده وهنبتدي بيه. وبعدين صليب لسه على اليمين هيرد عليه، وبعدين صليب يسوع هيتكلم. صلبان تتحدث. حدث في تل الجلجثة يشيب الشباك، الأرض هاجت زنجرت والشمس لم تبان، والقوانين اتهورت خرجت عن القضبان، حتى القبور اتحركت واتكلمت صلبان، واتكلمت صلبان. إخواتي على اليمين واقفين مش تعبانين، وانا حملي ليه شديد مع الساعات يزيد، انا مش ساعد للسباب اصابني باكتئاب، والشر لما يطغي يسوس الاخشاب. امتى يفوت نهاري وارتاح من التعب ويشيلوا عني عاري، وارجع حته خشب ويرميني الرمان في مخزن السلطان؟ يا صاحب انا كنت زيك وحملي كان خطير، لكن في لحظه واحده حسيت اني هطير، لما في لحظه ايمان سمعت صوت صلاه، والاسوأ بقت حلال، والفردوس انجلب ونور من الوسط وسلم البصر، لولا الاحجار شداني لا طرت من مكاني، ولا رجعش الهوان مخازن السلطان. من يوم ما شغلوني عقاب للمجرمين اتعلمت القساوة واستعذبت الأمين. من يوم ما شغلوني عقاب للمجرمين اتعلمت القساوة واستعذبت الأمين. وأول ما ظهروا شكلي في شوارع أورشليم شديت على الظهر المهدي وقلت مانيش ظليم، لكن لما سمعته بيحرم الدليل حسيت اني ظلمته واني بحضر البليل. ولما قال خلاص اكملت لكم الخلاص وعرفت ان مع فراقنا معاده جه خلاص، قلت له مش هسيبك ده انا عرشك يا امير، قلت له مش هسيبك ده انا عرشك يا امير، ده انا من شوقي لوجودك حبيت المسامير، ده انا من شوقي لوجودك حبيت المسامير. ونعنك فرقوني وحسيت بانكسار، بعد اليومين تجيني اخبار الانتصار. يا صلبان الايادي يا صلبان الصدور، من الجلجثة بنادي واهتف فوق العصور، انا رمز لانتصاركم من بعد المعصرة، وان كانوا حملوكم احجار منورة، لكني قبل منكم حملت الجوهرة، لكني قبل منكم حملت الجوهرة وحفرت في الزمان معزة الصلبان.